الراديو 90 90 هواها مصري. فيلم زي كلمني شكرا بقاله كام سنة؟ كلمني شكرا بقاله كتير، انا مش عارف بقاله كام، يعني كعدد سنين حلو. الفيلم ده لحد دلوقتي في كل الكوميكس، ومن اكتر الافلام اللي انت قلت فيها افيهات قوية جدا. مين اللي كان كاتبها ولا اغلبها برضو؟ لا اغلبها انا برضو. اغلبها انا. نجيب سمير الدشريكي؟ لا دي 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 مكتوبة في الورق. دي سيد فؤاد اللي كاتبها. لكن في يعني برضو زي ما بقولك كده، في حاجات بتبقى مكتوبة أنا بصيغها بشكل تاني، في حاجات بتبقى مكتوبة أنا بستوحي منها أفكار تانية أو حاجات تانية بقولها. لكن كلمة نجيب سويرس الشريكي دي بتاعت المؤلف سيد فؤاد، لكن أنا بقى قلت يعني معظم الحاجات اللي في الفيلم. فشتتها الأول مثلا. دي بتاعتي. ولحد دلوقتي الفيلم بقاله سنين والإفيهات بتاعته كلها معلقة مع الناس. الحمد لله. الحمد لله. عايز أسألك بقى على حاجة، الناس أكيد لما بتشوفك في الشارع بتجري عليك وتقولك على الإفيهات دي، وأغلب كلامك الصغيرين والكبار كله حافظ الكلام بتاعك. ما شاء الله. ما شاء الله. بس لا مش حاسد. لا مش قصدي على الحسد والله، أنا بقول لنفسي كده يعني. اكتر افيه الناس بتقولك عليه ايه؟ لا في كتير والله، كل حد بقى معلق معاه حاجه خاصه بيه هو، يعني ايه واحد يشوفني يقول لي هو السولو ده، واحد يشوفني يقول لي بتقول دم امك، واحد يشوف يعني حسب ايه يعني. والله امبارح وانا ماشي في الشارع كان جنبي ميكروباص معدي، وبعدين ايه الدنيا زنقت شويه كده، فبقينا تقريبا واقفين جنب بعض. تمام. يعني دي بقى قعدت اقول فيها فعلا ما شاء الله، لان السواق قال لي افيه، واللي وراه قال لي افيه، واللي جنبه قال لي افيه، واللي العربيه كلها قالت لك افيه، كل واحد قال حاجه غير التاني. فانا حتى قلت للي جنبي حليم اللي بيشتغل معايا، قلت له ما شاء الله ده حافظين يعني. يعني فعلا لما بنقول لك ان الصغيرين والكبار حافظين افيهاتك، دي مش مجاب، دي حقيقه. الناس كلها، كل مصر حافظه الافيهات بتاعتك، وبنحطها كوميكس ومياصينا. الحمد لله. الحمد لله، وربنا يزيدك من حب الناس طبعا. الله يكرمك. من قريب حطيت، من كام يوم تقريبا، قلت انا دمي خفيف على قلبي قوي وبحبني موت. وطبعا الناس كلها عملوا ريتويت ونجوم ومشاهير. ايه اللي خلاك حطيتها دي؟ مش انا برضو دي برضو انا قلتها. انا قلتها في الفيلم بتاع سوق الجمعه. هو الصوت راح فين؟ ممكن نشيل السماعه، مفيش مشكله، اشيلها خالص. دي كنت قلتها في سوق الجمعه، في مشهد كده اللي هو بقول لده بتقول لدم امك، وده بيخرج بقول مش عارف ايه، في الاخر بترسى عليا انا لوحدي. فيعني انا دي برضو مستوحيه كده من حاجات في الواقع، ان احيانا بقعد مع ناس بيبقى هو شايف ان هو دمه خفيف، فيقعد يقول حاجات ويضحك عليها لوحده ومحدش بيضحك، بس هو فرحان بنفسه. وهو، فانا بقول بيني وبين نفسي كده، ده هو دمه خفيف على قلبه، مش على قلب مش حد على حد تاني. فدي برضو انا قلتها، ان انا يعني عملتها كافيه في الفيلم، ان انا بقول ده انا دمي خفيف على قلبي قوي وبحبني قوي وكده. يعني عمرو عبد الجليل في حياته الخاصه، هو عمرو عبد الجليل اللي على طول بيضحك وعلى طول كلامه افيهات وعلى طول في كده طاقه ايجابيه في كلامه وحديثه، لازم اللي حواليه يضحكوا؟ ولا انت في الحقيقه جد؟ لا انا كده في الحقيقه، انا شكلي جد وادائي جد دايما، ودايما اللي حواليا بيضحكوا. ومن هنا بيجي الافيه على فكره. من هنا بيجي الافيه، انك بتبقاش متوقع ان الشخص ده هيرمي الافيه القوي ده، بس بترمي الافيه بتدمره. هقول لك بقى ايه، دي وجهه نظري في الكوميديا. فكره الجد. ليه بقى؟ انا مستوحيها من فكره النكته. النكته هي ام الكوميديا طبعا، معروفه يعني. اكيد اي نكته الواحد بيسمعها، لما يقول لك واحد قابل واحد حصل مش عارف ايه فقال له كذا، فاحنا بنضحك في الاخر. اكيد. هل بقى هو وهو بيقول له كذا دي اللي ضحكتنا، هو كان بيهزر ولا لا كان بيتكلم بجد؟ كان بيتكلم جد، جايه كوميديا موقف. فهو الجديه دي اللي بتضحكنا. صح. لكن هو لو بيهزر مش هنضحك اكيد، وهنقول له بقى بتقول دم امك وكده.